السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا ليلى. ليلى كيدير لاباس عليك أنت عزيز علينا وحق الله العظيم، نهار كبير هذا. الله يكبر بك أختي ليلى. كبير علينا وحق الله، نهار كبير هذا فاش شدينا الخط. الله يرفع مقامك أختي. أختي الحاج الله يجازيك بخير. يا لالا عندي واحد المشكلة، الله يجازيك بخير. مرحبا لالا. أنا فوت أمر الله، فوت أمر الله. سبحانه. أنا كنصبر كنقول الله فوت لك أمري. سبحانه. واخا نهضر اختي الحاج نهضر. إيه مرحبا، خذي راحتك بنتي. أنا تزوجت في 2015. إيه. ياك تزوجت في 2015 وداك الشيء جا مزروب. نعم. تعبوا الناس، تعبوا الناس في الغار. إيه. وفاش جاوا الناس العرسي تصدموا لقاوني مزوجة أجنبي. إيه. مصري. نعم. وكيقولوا هذه اللي جلست 36 عام وفي الاخر جاب لها الله هذا الزهر كله، جاب لها هذا الراجل كله. هي نعمه هي لاله. خرجت فيا ما شكيت لك، ما شكيت عليك، خرجت لي العين، خرجت فيا العين. هي مشيت لمصر فرحانه، درت النيه ديالي ومشيت عشت مع المصريين. نعم. عشت مع المصريين واحد ثلاث شهور، كتشدني شي خلعه في الدار. ما شاء الله. مصر وكنبكي تماك، كنبكي وكندور لهم كنقول لهم بغيت نرجع بحالي. الله الله الله. قالت لي امي، قالت لي الناس المغرب باقيين كيهضروا عليك، كلشي كيقولوا عندها الزهر، الزهر اللي عندها ما عندش شي حد. الله 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 الله. تعذبت في الزواج ما كنبش عليك، تعذبت، جيت للمغرب. إيه. الله فين داوني، مشيت درت الرقيات، مشيت درت الحجامه. لا اله الا الله. مشيت درت، مشيت عند الطبيب النفساني، مشيت شربت نفسي. لا اله الا الله. مشيت درت، مشيت عند عشاب في كازا. ما شاء الله. كعثني ما باب كان دهن به في شهر جوج، تعذبت الله يجعلها مغفرة الذنوب، يا رب تعذبت الله يجعلها مغفرة الذنوب في الجواج. ما شاء الله. وكنرجع 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 انا لمصر، وما مطلق بنت خالته عنده جوج دراري. ايه. قلت انا ولادك نكب، انا ولادك انا بغيتهم، بغيتهم نكبرهم، انا عزيز عليا الدراري الصغار. ايه. لان الله اللي شاهد عليا، الله الوحيد اللي شاهد عليا، كنتصل الدراري الصغار، العقل ديالي هو الدراري الصغار. مزيان. كندير فيهم الاجر، انا اختي ولدت خمسه البنات، اربعه البنات، اربعه البنات، وقابلتهم لي في سبيل الله، وانت وكبرتهم لي في سبيل الله. الحمد لله. دابا انا تعذبت، دابا شطاريا كريبان. يا لالا. واش كنمشي وكنجي، كنمشي وكنجي، جلست معها في المراه الاولى ثلاث شهور. ايه. وجلست معها في المراه الثانيه 20 يوم. ايه. وجلست معها في المراه الثالثه ثلاث شهور. نعم. دابا انا طلقت، ولكن انا ما فرصت حتى حد طلقت، هذا الدراما بغيت كاع نقولها. لا اله الا الله، قدر الله. بغيت نقول حتى حد، عرفتي شنو؟ نعم. انا دابا مخبيه في الدار ما كنخرجش، ولا بغيت نخرج كنخرج بالخمار. لا اله الا الله. حيت ما رضيتش قدام الجيران وما رضيتش قدام العائله. ودابا انا مخبيه في الدار، ما كنخرجش كاع نهائيا، وجاني اكتئاب. ما شاء الله. وضع لي العصا في المعده. بغيت انا مشيت فرحانه عند المصريين، بغيت نعيش معاهم. ايه. وكيقولوا لك، كيقول لي راجلي انت مش بتاع مسؤوليه. انت ماشي ديال المسؤوليه انت هي. انا كنقول الله يشهد عليا، راه انا بغيت نعيش معكم وبغيتكم، ولكن داك الشيء اللي كيشدني ما عرفتش شنو هو، ما عرفتش. اش كيوقع لك اختي ليلى؟ اش كيوقع لك في الاعراض ديالك؟ باش كتحسي؟ باش كتحسي؟ انا ليلى اختي هضرت معك في الاول، انا سميره. هي سميره هي بنتي. كتشدني واحد، كتشدني واحد الخلعه ياك. ايه. وكتبان لي الدار الظلام كشلا. اه. وكنبقى نبكي، كنتفكر عمي كيقول لي تفكري الله معاك. شو تفكري واخا انت في مصر ما حلكش والديك. ايه. تفكري الله راه كاين معاك وكيشوفك. لا اله الا الله. ودوك الناس عرفوني مزيان، كنصلي الفجر وكان فيك هو مع هو شويه كتول في الصلاه، كان فيك في الفجر وكان زعما مزيان، الله شاهد عليا، ماشي زعما نشكر لك راسي. يا بنتي. طرا لي هذا الشيء ما عرفتش، سبحان الله العظيم هذا الراجل هذا. نعم. ماشي جبته بطريق الشيطان، جبته بطريق الله. كان في قليل الخميس في جوج الليل. ايه. كنبقى نقول يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، حتى كيقول لي الفجر الله اكبر، كنقول اللهم ارزقني عريس الرحمن. الله اكبر. كنديرها في البرد وكنكبر في كاشا وواحد الحاله وكنصبر والشيطان كيغلب عليا وكنتغلب على الشيطان. طرا لي هذا وطلق في كريبان. الله الله الله. انا تصدمت في هذا الزواج وحق الله تصدمت، دعي معايا الله يجازيك يا ربي، الله يجمع شملك بنتي. دعي معايا الله اللي شاد عليا، تعذبت الله يجعل مغفره الذنوب يا رب. ما بغيت حتى شي بنت مسكينه، هادشي ايطاليا هادشي ايطاليا، بغيت بنات كلشي الله يحفظهم يا ربي. اللهم امين يا رب. دعي معايا الله يجازيك بخير، دعي معايا الله يطلق فرحي. اللهم امين يا رب. دابا انا مخبيه. يقول ذلك قدر الله. فبنتي سميره اول حاجه غديرها في قلبك، غديري بان هادشي كله اللي وقع لك راه كان مسطر، كان مكتوب غير كيتنفذ، راه حتى حاجه ما وقعت غريبه، كل شيء كيتنفذ مكتوب. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. ملك إنسان كيتأزم من واحد الوضعية اجتماعية، واحد المصير اللي هو مقلق أو مخيف أو حزين، يقول لك الله تعالى ما تخافش، ما أصابك من مصيبة في الأرض أو في أنفسكم.
في اي بلاصه وقعت، وقع زلزال، وقع بركان، وقعت حوادث سير، او في انفسكم هم، قلق، طلاق، خساره، الا في كتاب من قبل ان نبراها، قبل ما توقع كتبها الله تعالى بالدقه المتناهيه، ودار لها الزمان والمكان والدقيقه والتنميه والكيفيه، الا في كتاب مصوره بحال سجل سينمائي، الا في كتاب من قبل ان نبراها، ان ذلك على الله يسير. الناس كيقولوا واش يمكن يقدر رب العباد انه يكتب لنا كلنا هاد الملايير ديال الخلق المصير ديالنا؟ قال لك هادشي ساهل، ان ذلك على الله يسير. لماذا؟ لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. المؤمن من صفاته انه ما يئس على واحد الخساره وقعت له وما كيفرحش بزاف. الفرحه لو وقعت شي نجاح، عطيتي شي منصب كبير، ما عنده عادي منصب بحال هذيك بحال هذيك بحال بحال، ما كيتزعزعش، لان قلبه معمر بالله تعالى. اختي سميره، انت دعيتي ربي سبحانه وتعالى وعطاك هو هذا الرجل هذا، اكيد في خضم هذا القضاء والقدر وقعت حوادث، من بينها ان المراه ممكن في عرسها تصاب بالعين، هذه معروفه. شحال ديال الزوجات بنات الناس بنات العائلات ملي كتزوج وكتظهر لها النعمه فجاه، كتظهر واحد النعمه، واحد العرس كيكون جميل، واحد العريس كيكون في واحد المواصفات، وواحد الابهه، الناس ماشي بحال بحال، كاين ناس طيبين ملي كيشوفوا انسان اخر فرحان وسعيد كيقول لي هنيئا لك، وكيباركوا لي وكيدعوا ليه، وكاين ناس الله يغفر لنا ويغفر لنا ولهم في قلوبهم مرض، محرومين، نفوسهم ضيقه، كيقول شوف الزهر لمن عطاه الله، شوف جات من ورايا وفازت برجل احسن مني، شو العرس كيطلع ليها، انا عرسي كيداز، عرسي داز مهمش وصغير، شو العرس، وكيبقى الناس كيتكلموا هكذا. الله يحفظنا واياكم. اللي كان في قلبه الحسد راه كتعود بحال السهام. ربي قال لنا من شر حاسد اذا حسد، من شر حاسد اذا حسد، وقال لنا كذلك استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فان كل ذي نعمة محسود، كل ذي نعمة محسود. والحسد الله يحفظنا كيدير لك البلوكاج في الحياة. شحال من زوج وزوجة ليلة العرس وقع لي بلوكاج، ما كيقدرش يتزوج، وكاين اللي ربما دازوا غير ايام معدودة ولاو في صراع، وكاين اللي كيتصاب بمرض نفسي، وكاين اللي حياته ذاك شهر العسل كيدوز حنظل. شحال ديال الناس كنعرفهم داز مساكن شهر العسل حنظل، التعب ومشقة وصراع، وديما الزيارة عند الطبيب، وديما الساق ديال العروسة عامر بالدواء، ليلة العرس وعامر بالدواء، أعصاب وقلق وتوتر والعياذ بالله. والسبب العين، وهذا الشيء كله هو من قدر الله. قل كل من قدر الله، غير أن الإنسان يفر من قدر الله إلى قدر الله. فللا سميرة أبنتي هذا الشيء اللي كتب عليك أمر الله تعالى، وربي يعوضك. اللي وقع لك هاد الهواجس وهاد الاعراض هذه كتسمى من اثار الحسد والعين. الانسان كضيق على نفسه، كتبان لي الحياه مظلمه، ما عندوش الخاطر، وملي كيتصرف مع الناس كيتصرف بغير مسؤوليه، كتلقى اما كيغضب غضوب، كتلقى المراه ملي كتشد فيها العين كتعود عنيده مع زوجها، كيقول وانا تورط، هاد المراه ولات عنيده، كيتكلم معها جوج كلمات كتعنف، وفي الملك كيعطي مثلا المصروف ما كتتعاملش باللياقه، كيعتبرها مسرفه. ملي كيتعامل مع العائله ديالو ربما هي كتكون لحظه من اللحظات كتدير شي تصرف ماشي اجتماعيه، وكيبدا يدير التشخيص ديالها، انا تورط، جبت امراه عنيده، امراه مسرفه، امراه غير اجتماعيه، لا تليق لي. كيتشاور مع اصحابه في المقهى، كتلقى شي اصدقاء تما عندهم اراء كلها ظالمة للمرأة، كيقول طلقها واستريح، وكيجي الطلاق، وكي أسباب متعددة. وفي الأخر غنقول قل كل من عند الله. فبنتي سميرة الله يفرج عليك الهموم، والله ينفس عليك الكروب، أنت بقيتي فينا بزاف، شعرنا بالألم اللي فيك، لكن بنتي سميرة أنا ننصحك حيدي ذاك الخمار اللي مخبية فيه على قبل الناس. الخمار هو شريعة الله، والحجاب شريعة الله، والمرأة اللي كدير بنية أنها تتعبد لله تعالى، لكن انت ديرتي مخلوعه، مناش تخافي بنتي؟ غتخافي من الله سبحانه وتعالى، اما الخلق ما عندك باش تخافي منهم. الخلق لن يضروك ابدا، الخلق لن ينفعك ابدا، اللي كينفعك يضر هو الله سبحانه وتعالى. فحاولي ما امكن عيشي حياه طبيعيه،
وجهي الحقيقه، وجهي المجتمع. الناس غادي يقولوا، غادي يقولوا كلام، غيقولوا كلام سعداتك، غينقصوا عليك الذنوب، راه ملي كيقولوا الغيبه والنميمه كينقصوا عليك الذنوب، وكتاخذوا انت من الحسنات ديالهم. تشجعي ابنتي، رجعي للسيره الاولى ملي كنتي غتفيقي مع الفجر وقبل الفجر تقولي يا ربي ارزقني عريس يكون كذا وكذا. لما لا؟ انت مازال باقا صغيره، لعل دي تجربه في الحياه. ماشي انت الاولى تطلقتي، راه بنات النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وقع لهم الطلاق، راه بنات العائلات الكبار المسؤولين الكبار وقع لهم الطلاق. ماشي عيب بنتي، الطلاق ما مكتبش، غتعاودي الحياه. اللي بغيتك سميرة بنتي تشبتي بالحياه، الحياه نعمه، الحياه هبه من عند الرحمن، تشبتي بها، مسحي عليك الدموع. بغيتك غدا في الصباح تفيقي سميره ثانيه، غتواجهي الحياه، خرجي بلباسك العادي. الناس اللي سولك كل ما تشيل قسم الله تعالى، ودابا راه عرفوا في الراديو ما كاين باس، وغتبداي السيره الثانيه ديالك، غتعاودي قيام الليل وذكر الله تعالى، وطلبي الله يجيب لك عريس اخر احسن من الذي مضى، وغيجيبوا لك الله تعالى ما عندوش الوليدات، غادي يكون انسان ديالك بوحدك. بقي الله قال بسم الله في الحياه، او ربما دار تجربه ما نجحش ليه، المهم غادي يكون ديالك بوحدك باذن الله تعالى، والله يكمل لك الرجاء. اسال الله تعالى ان يشافيك من كل داء وسقم، راه بلا ما تبقى تمشي عند الرقاه وتمشي عند الاطباء، المرض ديالك كله راه في الذهن ديالك، في الدماغ ديالك، وفي القلب ديالك. الا حيدتي هذه الافكار ورضيتي بالقضاء والقدر، غتمشي الاعصاب ديال المعده، وغادي يمشي داك الهواجس وهذاك المس اللي كتشعري به كله غادي يزول، مجرد انك ديري قلبك مع الله تعالى وترضاي بما قسم الخالق سبحانه وتعالى، وديري فكرك مع الخالق، كل شيء غادي يزول تلقائيا، وربي غادي يعوضنا. ما نساوش ايها الاحبة الكرام، الله تعالى دار لنا واحد الصندوق عظيم، صندوق التعويضات الالهيه. راه كاين صندوق اسمه التعويضات الالهيه، راه بحال صندوق التامين تو ريسك اللي كيكون كنوقعوا في التامين ديال السيارات وديال الطرقات، او التامين ديال البضائع تو ريسك. ملي كدير خطا كيعطيك 100%، الله عز وجل كيعطيك الاضعاف المضاعفه في صندوق التعويضات الالهيه. يكون عندنا هذا اليقين وسوف ترى عجبا. اسال الله الكريم ان يفرج عنك يا اختي سميره وعن جميع المهمومين، اللهم امين يا ربي يا كريم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك يا ذا الجلال والإكرام، سبحانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يتخذ صاحبة ولا ولد. أسألك يا الله باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت، يا أرحم الراحمين. فرج همومنا وهموم عبادك المتقين، اللهم فرج هموم عبادك المسلمين، اللهم فرج همومنا يا أرحم الراحمين، يا مالك يوم الدين. بحق إياك نعبد وإياك نستعين، بحق إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا يا ذا الجلال والإكرام، وشافي مرضانا واغن فقراءنا وأسعد قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام. يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، يا من أجاب نوح حين ناداه، يا من كشف الضر عن أيوب في بلواه، يا من سمع يعقوب في شكواه ورد إليه يوسف وأخاه، وبرحمته ارتد بصيرا وأعاد النور إلى عيناه. اللهم فرج همومنا، اللهم نفس كروبنا، اللهم حقق رجاءنا يا ذا الجلال والإكرام. يا فالق الحب والنوى اعطي لكل منا ما نوى، يا فالق الحب والنوى اعطي لكل منا ما نوى. اللهم لا تحرمنا سعة رحمتك، اللهم لا تحرمنا سبوغ نعمتك، اللهم نسألك شمول عافيتك وجزيل عطائك. اللهم يا رب يا كريم، يا رحمن يا رحيم، إليك مددنا أيدينا، وفيما عندك عظمت رغبتنا، فاقبل توبتنا
وارحم ضعف قوتنا، اللهم ارحم ضعف قوتنا واغفر خطايانا واقبل معذرتنا، اللهم اقبل معذرتنا واجعل لنا من كل خير نصيبا وإلى كل خير سبيلا يا أرحم الراحمين. سبحانك أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير. لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت. يا ذا الجلال والإكرام، لا تصرف عنا وجهك الكريم، لا تصرف عنا وجهك الكريم بحق الصلاة على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل على محمد بن عبد الله القائم بأمر الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.